صباح الخير عليكم، شكراكم لاباس عليكم، كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وبخيركم وسلامتكم، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله كاع اللي كيعرفوني وكاع اللي كيساندوني وكاع اللي ما كيتهادوش ما كيساندونيش وكاع اللي الدنيا كامله الله يصاوب لكم ويفكنا ويفككم من هذا الوباء. اليوم بغيت ندير لكم واحد البلا تقدروا تسميوه غراتان، تقدروا تسميوه ان بلا، انا غادي نسميه لكم ان غراتان. غادي نديرو ب ميشو هكا الخضرين والمحمرين، وغادي نعمروه بهاد الكفته هذه اللي كتشوفوا هنا، ها هي هذه مطيشه مقطعه نصف دائره، وهذه البصله مقطعه نصف دائره، وهذه البصله مشلوطه، هذه فلفله مقطعه رقيقه، هذا الماء ديال المطيشه، هذا شويه ديال الزيت، هذه التحميره كنتمنى تكون كتبان لكم بلاتي. غادي نقرب لكم شويه هذا الشيء فوالا فوالا، باقي لك تشوفوا هذه التحميره، هذا البزار، هذا شويه القزبر والمعدنوس، هذه مليحه غتجيكم مليحه كثيره، ولكن راه كنديروها على جوج حاجات وشويه ديال السكينجبير. دابا غادي نبداو على بركه الله هاد البصيله هذه اللي مشلوطه بحال هكا، غادي نشحروا فيها هاد الكفته. انا هاد الكفته اللي بقات لي راه ما بقات لياش لا ديال الكراتان ولا ديال شي حاجه اخرى، الكونجيلاتور تقريبا خويته، بغيت نعاود ثاني نتغدى. المهم ها الكفته، يلاه معايا نشوفوا كيفاش غادي نشحروا الكفته ديالنا، وتابعوا معايا حتى الاخر صح. والبصيله ديالنا غادي نشعلوا عليهم يبداو يتشحروا، غادي نديروا ليهم مغيمة ديال الزيت باش يطيبو، والما باقي غادي نخليوه للفران، غادي نخليوها في نفس الوقت تشحر وتطلق. وتابعوا معايا بلاتي، غادي نديرو شوية ديال الفلفلة حمراء، شوية ديال البزار، هي ديال المليحه ديالنا، سكينجبير، عرفتوا شنو ولا جربتوا فيه واحد الطيبه مخيفه، القزبر والمعدنوس ديالنا غنديروهم كاملين. دابا نخليو هذا الشكل تشحر ويلاه معايا نوريكم كي كنصاوبوا الوريقات ديال لي شو باش ما يجيناش فيهم داك العظم القاصح الوسط. دابا هاد لو شو ملي كتحلوا الوريقات وكتصلقوه كتجيو كتحيدوا منه هاد الوسط هذا، مع انكم ما ديروا به كيخد كيجي قاصح ما كيبغيش يطيب وكيجي قاصح فيه. هاكا كديروا الخضر والحمر، راه الخضر درتو قبل ما تشوفوه، ولكن اللي بغيت نقول لكم ما عرفتش واش قلت لكم هاد المطيشه هادي في الحقيقه الا كان عندكم الناس اللي كياكلوا الزريعه ديال المطيشه والقشور ما تنقيوهاش، قطعوها غير دوي نص دائره نص دائره نص دائره بالزريعه تبناها. انا عندي الناس اللي ما يمكنش ياكلوا مطيشه بقشورها بالزريعه، ولكن عزلت هاد الماء ديالها حيت هاد الماء ديالها كيعطيها واحد المذاق مخالف. الكفته ديالتنا تشحرات ها هي، وزع على ناسفه نشفوها مزيان مزيان، ودابا يلاه معايا نعمروها في الشو ديالنا. تابعوا معايا، غادي نديرو البصيلة ديالتنا شفيرات، بغي ما حلوها مزيان، حلوها مزيان باش تشد القوام حيت هي راه غطيب في الفران هكا، ما قليناها ما والو، غادي نطيبوها هكا في الفران. جربوها جربوها راه كتجي زوينه، كتجي زوينه وزوينه بزاف. هذا وكنديروا هذه الفليفله وكنديروا هذا المطيشه،
وهادي نديرو، غادي نديرو المليحة، فلفلة حمراء، تحميرة، بغيتو تحرروه كتشدو في الفلفلة حارة وكتقطعوها رقيقة فوسط منو إلا كنتو كتاكلو الحار، نديرو بزيرة بحال هكا، نديرو سكنجبير، ودابا غادي نخويو هاد الماء ديال المطيشة ديالنا ها هو، مع العلم أنه البصلة غادي تطلق الماء، المطيشة غادي تطلق الماء، هاد الزويتة، ودابا هذا غادي نحطوه على جانب. وجيو معايا تشوفوا كي غادي نعمروا ورق لي شويه. غادي نبداو على بركه الله، غادي نبداو، ما تخافوش منهم واخا يكونوا شويه مقطعين سي با غاف. غادي نديروا شويه ديال الكفته هنا ونلوي، ما تخافوش منهم نهائيا، كملوا على هذا الشكل وحطوهم. ندير لكم وحده اخرى خضراء، ضروري طيبوهم لانه الا ما طابوش واخا طيبوهم في الفران كيجيو قاصحين وما كيسميتوش، واخا يطبخوهم في الطعمه. وغادي نقول لكم واحد الحاجه، الا كطيبوا بحب الناس اللي كطيبوا ليهم ما تخافوا والو، غير سيروا ان شاء الله ربي كيكون معكم وكتعاون وكيعاونكم في اللي كديروا هكا. دابا غادي نديروا وحده هكا، ناتي واحد الدقيقه سمحوا لي. دابا غادي نتابعوا مع هاد لي شو هادو، بغيتو ديروا وحده هكا وحده هكا، داك الشغل كيهمكم. غنديروهم هنا حنا هكا، وحده خضراء وحده موف، راه دار موف. المهم دابا غادي نمشيو على هاد الشيء، هادي شطه صغيره نمشيو لهاد الكبيره هادي، فوالا نديرو هكا، وهادي غادي توكل لكم الدراري الخضره، و هيا نتلاقاو ملي نساليوه. ملي غنساليوه غادي نخشيوه في الفران، وفي اخر لحظه غنرميو الفرماج. ما وريتكمش الفرماج حيت عندي كونجولي، ولا جبدتو مع هاد الصهد غادي يتكرفس ليا. والبلا ديالنا وجدناه، دابا غادي نخشيوه في الفران وغادي نخليوه يطيب، طيب ليه البصله وطيب ليه مطيشه، وان شاء الله نعاودو نتلاقاو. غادي ندير فيه شي شويه ديال الفرماج ديال الكودا وديال الكما ديال اوف الكغويير، فوالا. ودابا نتلاقاو ان شاء الله. ها هو الكغطان ديالنا طاب، دابا غادي نديرو له فرميش وغادي نخليوه يشد شويه يتعلق فيه. جا زوين كيبان وريحتو طاب، واحد الريحه غزاله. لا تكون معانا طابو دوك لي شو طابو زوينين. شكرا. ومن بعد الا بغيتو ديرو الطيبه ديال الكوزه غتحكوها، ما بغيتوش غديرو غير هكا عادي، كيجي زوين كيجي حسن مع هاد النوبه. انا ما بغيتش ندير الطيبه ديال الكوزه نهائيا، هادشي اللي كاين. يلا خليتكم على خير، نتلاقاو في اول غطان ديالنا بعد ما وجد. غادي نوريكم التقديم ديالو. ها وغنديرو وحده هكا حميمره. دابا غادي نحط الغداء الفطور ديال المعلمه الدواقيه حيت صايمه. يلا يلا تفطري.
هذا بسلامتكم معايا هكاك كويت نمسح هاد الشني بهاد العويشه. سلامتكم معايا طلق واحد الريحه على مزيناتها. وهو هذا هكاك طيب سلوفان حشيت في الفران. بصحتكم وراحتكم، بصحتك وراحتك. ودابا ما بقى غير نقول لكم مع السلامه. غنبقى مازال نقول لكم العواشر المباركه، بصحه والسلامه وباش ما تمنيتو.